وش تاني كتاب أنا قريته بحياتي كلها؟ يمكن كان عمري 25 سنة، and هيدا الكتاب كان اسمه Rich Woman، ليش الامرأة لازم تسعى إنه يكون عندها المدخول المادي الخاص فيها، الغنى الخاص فيها، وتبني بزنس خاص فيها وتأسس مستقبل مادي لتحمي حالها. سو دينا موجودة معنا، على ما أظن أنت من أي بلد هلا؟ وين صرتي؟ هولندا. هولندا. I'm so sorry، بعتذر منكم بس هلا الصوت كثير منيح، هلا الصوت منيح. So I'm talking هلا من التليفون مش من اللابتوب، بس I will share my screen later على اللابتوب. بعتذر منكم بس مثل ما بتعرفوا على طول بيصير اشياء، هيدا الشيء ما بيوقف قدام اي شيء انتم بتخططوا له. بدي اقول لكم انه انا هلا حاليا بهولندا، mainly انا مهندسة كمبيوتر، صار لي عمر بشتغل بالاوبريشنال تيم از داتا اناليست. سو اذا منتظرين مني اني احكي عن الكتاب كملخص او كيف هو الكتاب، بدي اقول لكم لا، حاحكي انا بالطريقه اللي شافتها كيم كيوزاكي، بالطريقه التسلسليه اللي حكت عنها، وكيف اكثر شيء انا حبيته انه هي بلشت هيدا الكتاب كثير سمبل. أنا من الناس اللي كنت أكره المطالعة، ما بطيقة، ما بحبها وقتها كنت بلبنان، بس وقتها جيت على هولندا هيدا الشيء خلاني حس أنه أنا بعيدة عن كل المجتمعات اللي بتحب القراءة. وكان أكتر الأشياء اللي كان العالم مخوفنا منها أنه ممنوع نفكر نكون غنية، كأنه إذا أنت بتفكر بالمصاري أنت إنسان مش منيح أو أنت إنسان عابد للمصاري. إنما هي المصاري أو to be rich أو تفكر بالمصاري هي بتخليك تكون أنت حر. فالنقطة اللي ما خلونا نحن نفكر فيها هي إنه نحن نكون أحرار. سو تفكر بالمصاري معناتها إنه أنت تكون حر. مين لهيدا الكتاب عملته كيم كيوزاكي بعد Rich Dad Poor Dad، بعد ما عملت مؤسستها مع زوجة روبرت كيوزاكي وعملوا هيدا عملت هيدا الكتاب. فمن الأساسيات تاعو هيدا الكتاب إنه هو كتير سيمبل، كل حدا في يقرأه لأنه اللانجوج كتير بسيطة. هي اجتمعت برفقاتها وكانوا كل واحد من القصص تعولهم كانت عم تقدر تلاقي لهم الثغرات اللي موجودة لتوصلهم واي ليش هن لازم تو انفست. سو مين لهيدا الكتاب فيه جزئين، ليش أنا بدي يكون انفستر أو ليش أنا بدي يكون عندي بزنس خاص فيي، وكيف بدي يكون عندي بزنس خاص فيي، وشرحتهم بديتيلز. لأنه الوقت كتير قصير أنا اخترت الأساس، لأنه هي دققت أنه أفضل شيء أو أهم شيء لتبدأ أي شيء بحياتك هو اتخاذ القرار، والقرار أنك ليش أنت بدك تبني شيء خاص فيك. ومين اللي أنا بالنسبة لإلي هيدا الشيء كتير أثر فيي وخلاني أني أنا قوم بخطوات كتير لقدام. هيدا الكتاب الهدف تعوله كان عند كيم انه هي تكون ملهمة للصبايا رفقاتها او اي امرأة موجودة على وجه الكرة الارضية باي طريقة، انه هي تفهم ليش مهم انها تكون هي independent financially. ومنه هو شيء اختراع الذرة، كتير سيمبل بالنسبة لنا كلياتنا أنه نكون أغنياء أو أنه نكون independent، نكون مستقلين مادياً كنساء، بالنسبة لنا هو كأنه نحن عم نهجم على الرجال أو نحن عم نكون ضد الرجال. هيدا الشيء مش صحيح، ووضحت أنه أنت تكوني حرة اقتصادياً مش معناتها أنه أنت ضد الرجل، إنما أنت حتكوني سند لإله بمرحلة من المراحل. سو أي حدا بيقدر يكون عنده حرية اقتصادية، ما بدها شيء، بدها شوية وقت وشوية تتعلم وشوية مهارات. حبيت هيك حط جمع أكتر بوينت حكت فيهم هي ورفقاتها لحتى وصلوها إنه هي تكتب هيدا الكتاب. أول نقطة وقتا سألت ليش هي حبت تكتب هيدا الكتاب كانت إلها بس لأنه أنا بكره إنه حدا يقول لي شو لازم أعمل، وأقعد بس إنه أنا عم فكر بالمستقبل وقول شي يوم حيصير أو شي يوم حطبق هيدا الشيء. بعتقد هيدي الجملة إذا هلأ ما بعرف قديش معانا نساء موجودين بهيدا الاتصال، إذا النساء الموجودين حطوا رقم 7 لأنه أنا مأكدة هي أكتر جملة من الجمل اللي ممكن تشد أي امرأة لحتى تعرف إنه يس كلياتنا بنقعد
عم نفكر بكل شيء ويلا بكره بيجي اليوم، بكره بيجي اليوم ما انه موجود. كمان النقطه اللي كمان من احدى النقاط اللي ذكرتها هي انه تعبنا انه نحن ناطرين البرنس شارمينج برنس اللي هو انه جاي على حصان ابيض، هيدا شيء مش واقعي. انا ما لازم اكون عم بعتمد على حدا، لا على انسان ولا على مجتمع ولا على اهل ولا على دوله ولا اي حدا، انا بدي اعتمد على حالي. سو وتكون محضره النساء لك اي شيء ممكن يصير معها. وهلا حط لكم شويه ستاتستيك هن اللي كانوا الاي اوبننج لها لحتى هي تفتش ليش لازم نحن نكون حاضرين لاي شيء يصير معنا. مهم انه نحن نعرف انه نحن الحقيقه انه نحن نكون حرين اقتصاديا هي انه نحن يكون عندنا كنترول على حياتنا. اذا انت كنت اللي عم تسمعي او اي حدا مش بس كامراه حتى كرجل انه انت تكون عم تسمع انه انت ما بدك تكون اندبندنت على او ديبندنت على حدا لتحقق مستقبلك، هيدا الكتاب لك. اذا انت كنت امراه بالاخص هيدا الكتاب اكيد لك. أهم شيء إذا نحن كنا هون موجودين ونعرف إنه سمعتوا كل الصبايا اللي حكوا كل شيء بيحكي عن الباست وإنه كيف نحن ربيانين بأي ستاندردز، إنه نحن نكون واعيين إنه نحن أوكي ما حنقدر نعيش نفس السايكل اللي عاشوا أماتنا وجداتنا لحتى نوصل لنفس الأوتكام اللي وصلنا له. لحتى نخلق نحن بدنا نفكر بطريقة نخلق الحياة اللي نحن منستحقها، وما بدنا نضلنا عم نركض ورا المصاري، إنما بدنا نوصل لمرحلة نحن عن جد عم ننشد الحرية. هيدول النقاط اللي ذكرتهم هون هن النقاط اللي أكتر شي حكتهم كيم كيوزاكي هي ورفقاتها بالستوري تعيتها. ريتش وومن، نحن المصاري كنا عم نقول أو عبودية أو حرية، ريتش وومن هي احترام الذات، إنك تكوني independent هي أنت عم تحترمي حالك، هيدا أهم شيء. هيدول الستاتيستيكس ما حفوت فيهم كلياتهم وحدة وحدة، هني قدامكم، بس اللي بدي أقوله خلاصته أكتر المشاكل اللي بتوصل للديفورس للطلاقات هي المناقشة عشان المصاري. فإذا المصاري هي بتكون مشكلة بالوقت اللي إنه هي فيها تكون الحل، وعشان ممكن يصير هيدا الشيء النساء ممكن تكون عايشة لحالها، فلازم تكون محضرة لأي شيء ممكن يصير معها ومينلي فاينانشلي، لتكون هي مش عم تعتمد على حدا. هيدي إنه الإنسان يدهر من العبودية. بهيدا حكت هي عن قصتها كيف هن انطلقت هي روبرت كيوزاكي لحتى وصلوا، ولازم لازم لازم أنا بالنسبة لي ريتش ذات بور ذات بالصدفة قريته قبل ما أتعرف على البزنس اللي حالياً اللي أنا موجودة فيه، ولقيت إنه عن جد هو اللي وصلني للبزنس. and then I read تقريباً all the books اللي حكوا عنه الصبايا، أنا تقريباً قرأتهم لأن صرت من محبين القراءة. في الرات ريس، تعرفوا الهامستر؟ الهامستر كيف بضل يركض بحلقة مفرغة؟ هيدي أبشع رات ريس كلنا منعيشها. سو هي بهدفها بهيدا الكتاب توصلنا بهيدا الكوادران تعول روبرت كيوزاكي إنه نوصل للآي. الآي هو نخلي المصاري تشتغل لإلنا من دون ما نحنا نشتغل كتير بهارد ورك هارد لنوصل للمصاري. سو هيدا اللي كان الهدف لنوصل لهون. أول نقطة نعرف الواي، ولحتى تعرفي كيف ممكن تكوني حطت كتير فورمولاز، ممكن هن 24 chapter بهيدا الكتاب، بس كل chapter بقلب هيدا الكتاب في الواحد يعلمها درس كامل. سو كاش إذا كان المردود المادي من الانفستمنت تعولك وصل أكبر من الاكسبنسز تعول الشهر تعولك، أنت كسرت هيدا الرات ريس وأكيد أنت وصلت للحرية الاقتصادية المرجوة. بهيدا الكتاب كيم كيوزاكي قدمت لنا رود ماب لحتى نحن نغير ونلاقي الريتش وومن اللي موجودة فينا. ما حدا فيكم ما في بقلبه ريتش وومن، ما في بقلبه امرأة غنية. غنية مش معناتها انه هي انسانة حرة، انسانة حرة يعني هي فيها تكون حد اي حدا ممكن تكون هي بارتنر لإله. سو المصاري حكت هيدي النقاط اللي ذكرتهم هون هن مين للنقاط اللي اكتر شيء برمت عليهم بهيدا الكتاب.
المصاري بتعطيكم القوة لحتى بتخلي المرأة أو إنها هي تضل محبوسة بمكان أو بتعطيها الحرية. سو هي كل واقع على القرار. الديسيجن القرار عادة معتمد على الوقت، معتمد على الحاجة، ومعتمد على أنت شو بدك. سو أهم نقطة الوقت، واللي هي عادة ميلي أغلب النساء بيستخدموها كريزن كسبب، إنما هي إكسكيوز، هي حجة لحتى ما يقدر ما يعملوا الشيء اللي معروض عليهم، اللي كتير من الأسباب ذكرتهم، منهم الخوف من الفشل، منه كتير إشياء. أهم شغلة إنه الواحد يعرف أيمتى أنت بتعطي قيمة للوقت، إنه أنت تخوضه وتعمل الشيء اللي موجود بدك تعمله وقتها أنت تعتبره من البرايوريتي تاعيتك، من أولوياتك. هيدي النقطة كتير مهمة، وعادة الناس بيقوموا بلغط فيها وما بيعملوا ديسيجن، ما بياخدوا القرار ليبنوا شيء خاص فيهم. أكتر شيء لأنه مفكرين إنه أنا ما عندي وقت، هيدا السبب لأنه أنا ما ابني شيء خاص فيي، إنما هو حجة لأنه أنا ما بدي أعمل هيدا الشيء، أو هو مش من أولوياتي حاليا. أهم شغلة وهون عن جد لازم تركزوا فيها، لو معنا وقت بيعمل عليها واحد تريننج طويل عريض، بس أنا حبيت أذكرها، وأنتوا لازم تقرأوا هيدا الكتاب وتعملوا الإكسرسايزز اللي بهيدا الكتاب. Your personal reason. ونحن محظوظين بأور بزنس، من أول الخطوات اللي بنعملها it's to find our why. لازم نعرف الواي تاعتنا. عادة الناس بس بدها تبني شيء جديد، أو بس بدها تكون غنية، أو بس بدها تعمل investment، بتقول أنا كيف في أعمل هيدا الشيء، إنما هو مش السؤال الحقيقي. السؤال الأقوى إنك تقول ليش أنا بدي صير investor، أو ليش أنا بدي أبني شيء خاص فيي. فبس تكون ليش هي قوية، انت حتبنيها وحتعرف تعمل الهاو، كيف تبني هيدا الشيء، او كيف تكون انفستر بطريقة اقوى وثابتة. من غير الوقت، الاسباب اللي بتحكي عنها النساء هي انه انا مني ذكية كفاية لأعمل هيدا الشيء. الحلو بهيدا الكتاب انه كم قالت انه ما في حدا منه ذكي كفاية، انما كل حدا في يكون اذكى اسرع بخطوات كمان منهم. تقرأوا الكتب، هي اللي بتخليك تصير اذكى وعندك نوليدج اكثر لتنطلق منها. واحلى شغله لحتى تقدر انت بعدين تحدد الكاش فلو تاعولك، انه انت تكتشف هاو ويلثي يو ار، قديش انت غني. ما قالت عاده نحن بنكتب اكسبنسز، بنقول بنكتب المعاش تاعولنا وبنقوم بنكتب الاكسبنسز، بيخلص المعاش على الورقه وبيكون خلص الشهر ونحن ما عملنا شيء. فقالت هاو ويلثي يو ار عشان نكون كمان عم نفكر بوزيتيف قبل اي شيء تاني. قالت من اكثر الاسباب اللي العالم بتقولها انه ما انا ما عندي مصاري لحتى انا اعمل انفستمنت او ابدا بشيء خاص فيه. ذكرت كيف انه عدم وجود المصاري هي بنفيت، او هي لانه ما معك مصاري انت لازم تبني شيء خاص فيك او انت تعمل انفستمنت. وحكت كمان كيف فيك تلاقي المصاري وبأي طريقة، وذكرت ستابس كتار. مين اللي عن جد لازم تقروا تعيشوا لها الكتاب بالطريقة اللي أنا عشتها. وحكت من أحلى الأشياء اللي حكتها ليش النساء هن great investor، ليش هن من أفضل الناس اللي بيعملوا استثمارات لأسباب كتيرة. النقاط اللي السؤال اللي أول شيء هم بتشوفوه، ليش عندك مشكلة إنك تكوني ريتش؟ عادة هيدا السؤال بإنه معقول، وقت سألها روبرت كيوزاكي هيدا السؤال، إنه شو السؤال؟ إنه أنا ما عندي مشكلة إنه أو عندك مشكلة إنه أنت تكوني غنية؟ قالت له أنا ما عندي مشكلة. اللي ذكرته بالأول وبقلكن إياه، أنا كمان كنت عايشته هيدا الشيء، إنه أنا كنت فكرة إذا أنا بدي فكر كون غنية يعني أنا حكون عم هاجم المجتمع اللي قدامي، أو أنا الإنسان الشرير بالمجتمع اللي قدامي. بالسؤال اللي أهم واللي بيخليك تاخد القرار الصحيح، حبيت حط لكم إياه، لأنه عن جد بكل مقاطع حياتنا نحن فينا نستخدمه، مش بس بالإنفستمنت. كيف في يكون ملتزم لحتى أعمل لحتى
اوصل للبيرسونال فاينانشال، ليكون عندي الفاينانشال الحريه الاقتصاديه الخاصه فيه. هيدا هو الديسيجن اللي نحن بدنا ناخده، هيدا القرار اللي بدنا ناخده، مش انه انا بدي اخذ قرار اني يصير انفستر، انا بدي اخذ قرار انه انا بدي اكون كوميتد لحتى اصير انفستر. حبيت اذكركم هيدول البوينتس اللي حكيتهم انه كيف فيك تكون سكسسفل از انفستر. ما حطيت لكم الهاو لانه a lot of exercises وكيف فيك تكون، بس اول شغله سلح حالك بالتعلم، بلش بسيط وصغير، حط شويه مصاري على جنب، خليك قريب من بيتك، حط هيدي النقطه ركزوا عليها كتير منيح، اعملوا settings براسكم انه انا لح اربح او لح كون قوي. وهيدي الاهم كمان، انه نحنا بدنا نختار السيركل بكل حكمة حوالينا، واللي كتير مهم لاحظتوا الصبايا كلهم عم بيقولوا، كل الكتب اللي حكوا عنا، كل شيء is a process وinvesting is a process. على طول ضلكن عم تتعلموا، وأكتر شيء have fun انتو عم تتعلموا. last message هلأ عم تقول، فإذا هي هيك ختمت مع رفقاتها وخلتهم كل واحد يقولوا لا لا أوكي، شو البلان تعيتنا لحتى نحن نكون انفستر؟ قالت هلأ هو الوقت المناسب لكم كنساء لتكونوا أذكى باستخدام المصاري مش بصرف المصاري. لحد هون بتبدأ الرحلة الحرية الاقتصادية تعيتك من اليوم. الفاينل مسج اللي قالتها انه هي بروسس، الماضي هو جزء من هيدي البروسس، المستقبل هو خيار بهيدي البروسس، الجورني الرحلة هي المكافأة بهيدي البروسس. قالت لنا بكل وضوح انتو حتعملوا اغلاط ويمكن كتير كبيرة، بس ولح يكون عندكم تشالنجز، لح يكون عندكم كتير تحديات ومنهم المخاوف، بس لحتى تاخدوا القرار وحيمروا عليكم لحظات بدكم تاخدوا قرار من دون ما يكون عندكم أوتكام واضح، بس هون انت الكاركتر تعولك حيكون تستد أو ليدر أو فولوور. وبآخر هون حبيت بس فرجيكم الاكسرسايزز الموجودين، هن الواي كيف تعمل البلان و how to know how wealthy you are، كتير حلوين بالكتاب. و this was هيدا كان آخر شيء حابة أذكر لكم إياه، و sorry على على ال voice على الصوت. و yes thank you، إن شاء الله تكون حبيتوا هيدا الكتاب مثل ما أنا حبيته. Thank you دينا. قالي دينا شغلة كتير أنا بحبها، إنه اليوم نعتبر نحن عيب الواحد يحكي عن المصاري، أو أنه بده يطلع مصاري، أو أنه بده يحسن وضعه المادي، أو أنه حتى بده يعمل ملايين الدولارات، نعتبرها عيب بالوقت اللي كل العالم اليوم مرتكز ومبني على شغلة واحدة أساسية واللي هي المصاري. حيلا خير بدنا نعمله بالعالم مرتكز على المصاري. فهيك كتب بتعلمنا نتصالح مع مفهوم المصاري، بتعلمنا نحكي بالمصاري بشكل طبيعي، بشكل هين، بشكل سهل، بشكل ما نستحي فيه ومنحسه إنه شيء سيء. Thank you دينا.